ده ازرق. شبرا يا اسطى. معلش يا بيه اصل مروح. شبرا اتفضل. مفيش فايده. ما تيجي نمشي شويه ولا حتى نركب اتوبيس؟ لا الدنيا تلج النهارده يا شيخه. تعالي دي هي مره والعربيه تكون اتصلحت. نفسي امشي شويه. يلا. مش انت اللي قعدت تقولي لي نفسي اشوف فيلم من الافلام دي؟ تعرف مش هعرف انام طول الليل. هاخدك في حضني. جميل قوي الفستان ده. لا ده احلى. الله، انت رجعت في كلامك؟ مش قلتي مفيش عيال قبل سنتين؟ الله، وانت لازم تصدق كل حاجة هقولها. او الشارع ده الصبح بيبقى سويقة، لو البلد بالنهار فيها نفس الهدوء ده الواحد كده حاسس ان اعصابه هادية. بس ماشينا البطيء ده هيضيع علينا حتى اخر اتوبيس. تيجي نجري؟ نجري؟ اه نجري. احنا مش جرينا مرة واحنا مخطوبين. ياه انت لسه فاكر؟ لا يا عم ده كان جنان. نتسابق. نتسابق؟ اه. واللي يخسر بكره يعمل شغل البيت، يطبخ ويكنس ويمسح لوحده. بتتكلم جد؟ طبعا جد. طب يلا. يلا. ولا بلاش. ايه بقى؟ رجعت في كلامك تاني؟ لا احسن عسكري الدوريه يطلع لنا. طبعا، لا انت قد مسح ولا غسيل. يعني خلاص ضامنه ان انت اللي هتكسبيه. ده انا لازم اكسب. خلاص. هي مسافة سيارة من هنا لآخر الممر. طيب. لحسن كعب الجزمة يتكسر. مالكش دعوة أنت، يلا. كده أهو. يلا. واحد. اتنين. تلاتة. فاكرة إنك هتسبقيني؟ بقى ده كلام. احكي لي كمان مرة اللي حصل بالظبط. ملحقتش اشوف غير حرف الدي ورقم الستة، وبعد كده ما شفتش حاجة. معرفش ان كانوا ثلاثة ولا اربعة. ماركتها سبور. ايه بالظبط؟ فيجا. طب ما خدتش بالك من لونها؟ ما لمحتش اي حد. الدنيا كانت ضلمه. بلغ الاشاره دي لكل الجهات. لفينا نطاق الاسم كله ما شفناش ولا واحد. كمان لف. ركزوا فيه على الجراشات المره دي. عارف ان التصرف ملوش معنى لكن يمكن. مش هي صاحبها مقاول ومجرشها من الساعة 9 من غير حرف الدي. أنا متأكد إن فيها حرف الدي غير الستة. أفتكر دلوقتي أنت شايف إن كل ده ملوش فايدة. أنا حبيت قبل ما أريحك أرض ضميري، وما قدامناش غير إننا نمشي مظبوط. أقول إيه للناس؟ أبوها وأمها. أقول لهم إيه؟ يموتوا. طب أنا كل اللي عاوزه منك تهدى كده ونتفاهم. هتروح فين؟ مش عارف. أنتوا مساكنين فين؟ في مصر الجديدة. أستاذ أحمد، فين في مصر الجديدة؟ مدير الأمن لازم يعرف، وزير الداخلية، كل الناس لازم. طبعا ده موضوع ما يسكتش عليه. اطمن. أنا مش عايز أقول لك إني هتجنن. فاهم؟ هتجنن. أنا مش هروح البيت. أنا راجع الاسم ومش منقول منه إلا لما تلاقوها لي. أنا
ايوه يا فندم، انا اسف. طبعا مهندس، كل حاجه حالته وحشه قوي. مقدرين طبعا، مقدرين كلنا. لا انا بس حبيت ابلغ سيادتك. هنحاول. مع السلامه. القاهرة فيها 8 مليون و20 30 ألف عربية، كذا ألف شارع وبيت، كذا ألف زواق وحارة. عايز تقول ايه؟ صدقني أنا مش هنام ولا هتغمض لي عين. أنا ساير أكتر منك. فاضيه طبعا. ديكور. اتفقنا ان تدخين مدرب الصحة؟
المأمور طلب منا اتصل بيك عشان اطمن عليك. النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ ندم ما ردتش على الاسم ليه يا استاذ؟ التحقيق لازم يكمل. استاذ احمد كده مش هينفع. ده موضوع خطير. طب اوعدني لما تهدى تجيبها وتيجي تقول كلمتين نقفل بيهم المحضر. أرجوك يا دكتور قول لنا مالك. نزيف شديد وانهيار. السبب ما نقدرش نحدد دلوقتي، لازم الأول نوقف النزيف. لو سمحت انت عارف ايه اللي حصل يا احمد؟ اجهاض يا ابني. ريحنا ربنا يريح قلبك. في ايه؟ في ايه يا احمد؟ في ايه؟
وبعدين بقى بس خلي حد ياخد البنت دي يشوف لها هدمه تلبسها. ولا هي فرصه بقى كل واحد وواحده ينكتموا. كلم يا استاذ. هو ده كل اللي قالته؟ الشقه دي فين؟ ما قالتش. طب كان شكلهم ايه؟ لهجتهم صعيدي ولا بلدي؟ فلاحين، عرب، افنديه؟ خدوهم بره دلوقتي يا استاذ، ما تضيعش وقتنا، اتكلم. اقسم لك بشرفي ما لحقتش تقول حاجه. لما تخف اسالوها. انت مش بتقول ان اخوك محامي؟ ما تفهمه يا استاذ. يا احمد لو في حاجه قولها. صدقني هو كده. انا في الاول ما كنتش عايز اتكلم، لكن دلوقتي خلاص. عموما انا هسيبك لضميرك. هاتوا الدغارة. وازاي ما تاكلش غير دلوقتي؟ انا كنت عارف انهم طلبوني عشان كده. في حكمة بتقول اذا نار البركان طلعت اديها ظهرك واجري، لان اللي بيقف ويفكر دايما بتصيبه حاجة. انا رجلي اتكلبشت في الارض. يبقى هتجني على نفسك. اسمع يا احمد، فاكر لما كنت بتقول ان انا وانت غير اخونا طلعت، وان كل واحد بياخد نصيبه؟ هو دلوقتي بره واحنا هنا. هو متجوز وانا بقيت صاحب عيال. احمد عاوزك تفهمني كويس، كل شيء ممكن يهون لو الواحد عارف ازاي يتغلب عليه. انا الكلام مش سايفني، لكن انا واثق انك هتقدر تعدي الازمه دي. ازاي؟ فكر في حاجه واحده بس انها محتاجه لك. واللي عملوا كده ايه؟ في ايه يا احمد؟ افتكرتها بتتعاكس. حاجة غريبة، امبارح بالليل قفلت المكتب وتمشيت شوية في محطة الرمل، قعدت في محل علي بابا وشربت ازازة ديرة وبعدين روحت. سوسو بنتي هي اللي كانت صاحية، قالت لي اتعشى يا بابا، قلت لها ماليش نفس، ودخلت اوضتي مديت على السرير. تصدق جالي كابوس وانا صاحي، حسيت ان في حد بيخنقني. نطرت من على السرير وقلت والله ما انا مسافر، خفت يجرى لي حاجه وانا في الطريق. وبعدين قلت يا واد بلاش كلام فارغ، انت هتصدق برضه الحاجات دي عشان انزل لك و تسيبني عمال اتكلم لوحدي من الصبح؟ يا اخي خد ودي معايا، فضفض عن نفسك، انا اخوك. ندى طلبت مني من يومين نروح السينما، كانت شافت اعلان فيلم في التلفزيون. امبارح سالتها حقيقه عايزه تروح الفيلم ده؟ قالت ايوه. بعد شويه سالتني مالك تعبان؟ ما كنتش تعبان ولا حاجه، بس الحقيقه افتكرت ان اليوم ده يوم الخميس، اليوم اللي كل من هب ودب بينزلوا فيه البلد، عشان كده ما بحبش انزل فيه ابدا. بس عشان وعدتها ما حبيتش اقولها لا، قلت ما فيش داعي، هي جت على الخميس ده بلاش تزعلها. انت ما اكلتش حاجه؟ يلا بينا.
هتروح فين؟ مش عارف. تعال نروح. مش قادر. بعدين هين عليا انام في الشارع. روح يا احمد ما تبقاش صغير. فين عربيتك؟ عند الميكانيكي بتتصلح، هروح له. كان مفروض استلمها من بدري. طب انا عندي في مشوار اخلص شغلانه. طيب خد مفتاح ندى. هاجي لك على البيت. انا حاجز على بولمان بكره. العجلة ترجلش كويس قوي، تقدر تجري بيها زي ما تحب. معلش يا باشمهندس، اصل الكوريك بيفوت شويه. احمد اوعدني انك هتروح شغلك بكره كأن مفيش اي حاجه حصلت. ادخل. اهلا يا باشمهندس. اهلا يا فندم. في حاجه يا احمد؟ عايز اجازه. انت عارف انت بتطلب ايه؟ مين اللي هينفذ بقيه تصميمات المدارس؟ اي حد تاني. انا مش قادر. ايه اللي حصل يا احمد؟ طلب الاجازه انا سيبته عند السكرتيره. يا باشمهندس. لا يا اخي بدل ما تقولها دوروا انتوا بنفسكم. انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ ليه؟
اوعى من سكتي، لازم ادخل اشوفها. استاذ احمد انت انسان متعلم، امال خليته يدخل هنا ليه؟ غصب عني، كان لازم اخليه يشوف ان حالتها ما تسمعش. ولا خفت؟ استاذ احمد ابعد من طريقي. احمد سيبني يا طه. تعالى هنا سيبني بقول لك. خلاص مش قادر تميز. اسكت. انا خلاص لقيتهم ومش هسيبهم ابدا. الحقنه اشتغلت ونامت الحمد لله. استاذ احمد تقدر تشوفها دلوقتي لكن من غير ما تكلمها ولا تصحيها. مين؟ العيال فين؟ شفتهم في التحرير، شفت العربية ولقط النمرة. يا نهار ابيض، مستني ايه؟ يلا بينا. على فين؟ فين؟ تروح القسم. طب يا اخي بدل ما كنت اتخانق مع الضابط كنت قول له. هتفضل كده؟ امسك اعصابك شوية. اهدى اهدى ايه ده طه؟ انا مش فاهمك يا احمد. مش يمكن اكون غلطان؟ طب افرض ان انت مش غلطان وطلعوا هم العيال، يلا بينا نروح القسم. بس انت ما تشيلش هم، عندك فكره لو طلعوا هم هيجيبوهم ازاي؟ من الرقم في المرور طبعا. ولا اي حد؟ بس لازم تعمل محضر في الاول. وانت هتعمل كده ليه؟ أفندم بيانات لو سمحت. كنت عايز أعرف مين صاحبها الأصلي. عملت محضر وجبت تأشيرة رئيس القسم. العربية صاحبها الدكتور حسن الطالوتي 13 شارع المعز سراي القبة. اتفضل. متشكر.
باي. النزيف واقف. استاذ احمد في تليفون عشانك من اسكندريه. يا احمد انت سامعني؟ روح القسم ما تضيعش وقت. انا مش فاهم ليه ما روحتش لغايه دلوقتي. ما بتتكلمش ليه؟ بعدين. بعدين ايه؟ مستني ايه؟ اكبر للموقف. دول مش شويه عيال عكسوها وهتربيهم. دي جريمه. ولا اوعى تكون اوعى مخك. اسمع انا عارف برضو يا احمد انك عاقل. المكالمة حتنتهي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. صباحك معسكر. فاكرني؟ انت مين؟ عاوز ايه؟ اوعى! Thank you.
اخضر اخضر اخضر. حد شاف اللي حصل؟ كان بيجري زي المجنون فرح ضربه. ما خطاش الشارع يبقى تبعكم. استلم يا عم. طب يا اخويا. اطلب زينه. تدينا عربية يا جدع. وايه واقفة قدام باب الجراج؟ ما تشوف الامين حسين بتاع المرور يفقعها مخالفة. ماركتها ايه دي؟ دي فيجا. الله، ايوة سيارة فيجا رقمها 66711 وجدت في شارع عدلي. يشتبه في ان تكون السياره المبلغ عنها في المحضر. ابقى شوف رقم المحضر والتاريخ لحسن مش فاكره، وبلغ محمود بيه مستني منك الرد. حاول اشاره بخصوص العربيه الفيجا اللي خطفت الست. دوريه لاسلكي طالبه الرد، وكان عايز كمان تبلغ محمود بيه. محمود بيه جنبه في شارع فؤاد، خليه يلحقه هناك. عليا يا معاك في جيبك. انا عارف ان انا معاك في جيبك. لا انا متاكد هي في جيبك. مفيش. لا طلعها. مفيش. مش مطلع حد. اوعى خليك تقعد بالظبط. اري انت بتعمل ايه؟ اوعى خطا. حد امين. حد ايه ده؟ يا ابني 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 يا ابني. مش فاهم حاجة. ايه اللي ساكن في فيلا لوحده واهله بلد عربي ومفيش حد في الفيلا؟ فين بقية التحريات؟ مفيش فايدة يظهر، لازم اروح انا. قول لسارة القبة متشكرين. يا سعادة البير، انا بقالي 20 سنة في الحي ده ما شفتش ولد بايظ بالشكل ده.
لما بو سافر الكويت وسافر معاهم ما كانش حد مصدق ان المصيبه دي اتزاحت من هنا. لكن على مين؟ هو اسبوع وبصينا لقيناه طابب وسايبهم هناك، ومن ساعتها وهو قلبها كرخانه. هم الثلاثه دول اللي كانوا معاه على طول تعرفهم؟ الواد الميكانيكي دار اصله صاحب ورشه قريبه من هنا، لكن الاثنين التانيين دول ما خبرهمش يا بيه. اطلع المستشفى. مش قبل اسبوع علشان نقدر نقرر حاجه. النزيف الجديد ده لخبط الدنيا. وجوزها عامل ايه؟ الراجل ده قرب يتجنن. النهارده جاي لوحده بدري قوي وساكت خالص ما بيتكلمش. معذور. ادخل في الموضوع. انا اسف، دي قضيتي ولازم تفهم اني هوصل لهم. هيتسجنوا؟ مش كفايه العداله تاخد مجراها الاول. 7 ولا 10 سنين طز، ايه الفايده؟ المهم نوصل لهم. ده انت لازم توصل لهم. انت لسه ما فهمتنيش. انا فهمتك، لكن كل ده مش مهم. امال ايه المهم؟ كل واحد بيرتكب جريمه زي دي لازم يموت. معاك، وناس كتير لازم تاخد جزاءها. فعلا. بس امتى وازاي؟ وهل معقول نستنى ولا نعمل اللي علينا؟ نعمل اللي عليك. انت عارف انها كانت في بدايه حملها وما قالتليش. عرفت، الدكتور قال لي الصبح تخيلت بيك في شارع الجمهوريه. انا مش مهم جايز حد يشبهك. كنت رايح اشوف حادثه عربيه، شاب عنده تقريبا زي 22 سنه شايل حبوب هلوسه. تصور جابها ليه وازاي؟ كل يوم من ده وغيره. لما ابتديت افهمك عرفت انها جت في واحد مش هيقدر يستسلم لها. انا حاربت. عارف يعني ايه حاربت؟ ادي المأمون اللي عمر ما هيجي من ناحيه ضرر. ده احنا سايبينه مروح. يعني لو كانت الرخص في المحفظه بدل ما هي في التابلوه كانوا عرفوا انه عنده عربيه ووصلوا للشنطه. كنا بعنا البيعه هي اللي كانت هتضيع. احنا مالنا؟ احنا اصحاب اه، لكن نعرف منين هو بيعمل ايه؟ وايه يضمن ان الشنطه في العربيه وما خليهاش في البيت؟ لانه ما لحقش يروح. ده بين الحادثه وبين ما سيبناه ما يجيش ساعه. طب فين العربيه؟ هو ابن كلب مش راسي، تلاقيها طلعت في دماغه وينزل البلد عشان يفطر. اصله ابن ناس ركن في حته جه يعدي خبطته عربيه ومحدش شافه وهو خارج من العربيه. تركب دي؟ هو كده. هنروح فين؟ نلاقي العربيه. معقولة؟
أكيد سابها قريب من الحادثة. هنا ودع صاحبنا. يعني هيكون سابها فين؟ ما فضلش غير عدلي. أهل فيجا. ما وقفتش ليه؟ ده كمين. والله العظيم ده كمين. ما جابوش سيرة العربية عشان يجروا رجلنا. ندور عليها، نيجي ناخد الشنطة، يروحوا كابسين علينا. بجد يا راحل. أنا مش داخل. خلاص غور. أغور. بس على شرط. لو جت تبقى أنت بره. بضاعتي شاء العمر. بس افرض ان العربيه كانت مقفوله. عمر ما عربيه عصلجت معاها. وحنرجع لايام الشقاوه. مساء الخير. مساء الفل. خليك زي ما انت. مين؟ زبون اخر الليل. سهران يعني الليله دي؟ ما انت عارف الصبيان بتوع دلوقتي بهوات مش بتوع شغل، وفي ميعادهم يفكوا. اي خدمه به؟ عربيتي. مالها؟ كويسه. خليك زي ما انت. اصل خطفت فيها انا وتلاتة اصحابي واحدة من جوزها. ويا ريت بس على كده، ده انا في عصابة بتبيع حبوب الهلوسة. بس دلوقتي لا هتخطف تاني ولا هتخلي الناس تهلوس. خليك زي ما انت. مبسوط يا عم؟ عشان ما تقولش سرايا القبه مش عارف ايه. شبهه الجنايه موجوده، في بطح في قصب رجليه الاثنين، زي ما يكون واحد ضربه عليهم عشان يعجزوا. الكوريك سليم مش ممكن يفوت، ده نزل بفعل فاعل. مش جايز هو اللي نزله وما قدرش المسافه؟ وضع الجسم بالطريقه دي مش ممكن لايده توصل الكوريك. على العموم تقرير الطبيب الشرعي والبصمات هيوضح. ملازم اول يوسف طالب سيادتك. عاوز صوره من المحضر والبصمات وتقرير الطبيب الشرعي. الموضوع وراه حاجه. ماشي. ايوه يا يوسف. ابو الشاب اللي خبطت له العربيه في شارع فؤاد وصل من الكويت، وفي حاجه غريبه، طلع عنده عربيه فيجا. ايه ده؟ فيجا؟ شاريها من السنه اللي فاتت، وكان الواد بيركبها والاب مش لاقي العربيه. لما ادانا نمرتها هتستغرب اكتر. طلع الامين عبد المعطي في الدوريه السياره، لقاها واقفه في شارع عدلي ساعه ما كنت بتشوف الحادثه. بلغ اشاره، فكروا انها العربيه اللي خطفت مرات المهندس. ما وصلتنيش. الملازم ايمن هو اللي خدها وقال له يروح لك، لكن اتعبها وايمن نسي يقول لك. وجبتوها دلوقتي بس، وفي موضوع تاني هقول لك عليه لما توصل. انا جاي حالا.
الاستاذ حسن الطاروط يا ابو الولد. كانت فين بالظبط؟ وش الممر في شارع عدلي. يبقى كان راكبها بس رقم ما هو ده الموضوع التاني. في اتنين مش قادرين يثبتوا كانوا فين ليله الخطف. ايوه بس الشاب ده والثلاثه اللي كانوا معاه. لكن دول مرعوبين قوي من ساعه ما جبناهم وهتشوف. حضرتك تقدر تتفضل لكن العربيه لسه مش هتقدر تستلمها دلوقتي. يا جدعان احنا عملنا ايه؟ ساعتين يا دوب هما اللي عرفت اسرقهم وراجع على طول. عندي شغل متلتل. وجيت ليه؟ اشوف عملت ايه؟ في ايه؟ في حكاية العيال اللي قلت انهم بلغت البوليس؟ مش مهم. مش فاهم. قصدي انه خلاص. برضو مش فاهم. رحت ما لقيتهمش. رحت فين؟ لأصحاب العربية. جبت العنوان من إدارة المرور. وعرفت منين إنهم مش هم؟ كل شيء كان باين. كلامك غريب أوي يا أحمد. يعني إيه كل شيء كان باين؟ أنت بتضحك عليا ومش حلق دقنك ليه؟ أنا ما نمتش طول الليل. دوشة روق كده وتعالى معايا اصحابك مستنيينك. كان بيكلمك؟ انا رايح المستشفى. جاي معايا؟ طبعا جاي. بصراحة يا احمد تصرفاتك بقت تخوف. ارجوكم تبعدوا دلوقتي. احنا ما صدقنا. احتمال لو شافتكم ما ترضاش تاكل. ما حدش يعرف. في امل يا دكتور. ان شاء الله. رحت فين؟ مش قادر اشوفها بالشكل ده. انت مش هتمسك نفسك شويه بقى؟ عاوز ايه؟ نيجي نزورك انت كمان؟ ما انت بتزورنا اهو. هتتجنن؟ وايه الفرق؟ انك لسه بعقلك. اللي حصل لو نسيت نفسك شويه ممكن. اللي حصل ما يصدقوش الا واحد مجنون. وانا صدقت. عارف عملت ايه عشان اصدق؟ رسمت خط بالطباشير على البلاط وحاولت اعدي من تحتيه. وعرفت تصدق؟ اصدق؟ ما هو كلام مجانين. لا يا احمد لا، ده انت الكمال والعقل كله. انت اللي طول عمرك العيله بتشهد لك. تعالى يا احمد تعالى. يا سعاده البيه ده انا ابن ناس برضه. انا ابن عبد العظيم مخلوف
من كبارات تجار الخردة في الوكالة. معقول اعمل كده؟ ده احنا جدعان برضو. ده انا اللي 100 بت مش يبوسوا جزمتي، لا يبوسوا عجلة عربيتي. اعمل كده برضو. قول كنتم فين ليلة الحادثة؟ كنا سهرانين مع بعض. والمعلوماتك حسن كوبة والدرابوكس عيال نضاف، اسأل عنهم، دول بياكلوها بعرق جبينهم. حسن يا كوبة بتشتغل ياض؟ بشتغل على تاكسي بتاع ابوه وبنتاجر. في اليوم ده كنت مريح وسهرتم مع بعض وعرفناه. فين؟ اسكت انت ما تتكلمش. مدير المحطة موجود؟ ايوه دقيقة واحدة هديهولك. طيب متشكر. انا بقول هو اللي اتصل، عرف ان الشنطة اتاخدت وشاف البضاعة في السوق فرجع زي الكلب عاوز يبوس الايادي، لكن انكسف ما قدرش قفل. بقول لك ايه، سيبك، النهارده عرفت واد تلميذ في ثانوي ابن ناس كان بيمول في المحطه، لقيته يجي منه غاوي بقى، وانت عارف تلاميذ المدارس وتلاميذ الجامعه. استنى تعال. ايه دي؟ هدية هتعجبك من واحد بيحبك. مين اللي اداك دي يالا؟ واحد في عربية ومشي.
خد. الو، تصدق شفت عمل ايه؟ يا زول يا زول، بعت لي هديه عربون المحبه، عاوز يحنن قلبنا عليه. ده نظام عيال والله. اسمع، انا مروح البيت شويه وحفوت عليك بعدين. سلام. معقول يبوظ؟ احنا لسه مكلمينه. حاول تاني، وما عرفتش اتصل بالمستشفى جايز راح لها. ايوه يا حسن يا كوب، اهو كده الصراحه حلوه. كنتم في الهرم فين؟ في كازم. اسمه ايه؟ لازم. طبعا لازم، اصل ما عدناش كتير ومشينا. مش مهم الاسم يا سيدي، حد يشهد على كده؟ لا. طب رحتم فين بعد كده؟ يا حسن يا كبه ما تلعبش بيا، ده احنا اللي خلينا السمك يشر عرق، انما انا هطلع عينيك للصبح وشرق. ايه؟ حاجه تانيه؟ عبوه نسفة، يعني مش انبوبه. بعتوا سلاح المهندسين؟ خبير المفرقعات زمانه جاي يا فندم. لما قلت لستك ان في سر ورا موت الاثنين كان معايا حق، دلوقتي بقوا ثلاثه والرابع انا خايف يكون في السكه. وهتعملوا ايه؟ هنحقق ونبلغكم اول باول. رايح فين يا استاذ احمد؟ ممنوع. ارجوكي. مش ممكن ده. دقيقتين بس اقعد معاها لوحدنا. طب من غير ما تصحيها. حاضر.
حبيبتي اوعى تكوني زعلت مني ساعة ما جريت على البلكونة وافتكرت انك رميتي نفسك. مش عارف ازاي انا فكرت التفكير المجنون ده. صدقيني سامحيني ندى كلميني لسه زعلانه. طب انا هقولك على حاجه اثبتلك صدقي. انا عملت اللي محدش قدر يعمله قبلي. انت امتلك من اللي عمله معاكي كده. دفعتهم الثمن غالي عمرهم. موتهم. ندى انا محتاج لك. طيب بلاش تغفري لي. بكره الايام هتصلح اللي اتكسر. لكن دلوقتي في واحد رابع خايف يكون مظلوم. كانوا ثلاثة ولا أربعة يا ندى؟ جاوبيني. أنا ما شفتش غير ثلاثة بس. كانوا ثلاثة ولا أربعة؟ أنت عارفة ده معناه إيه؟ كده برضه يا أستاذ أحمد. يعني خلاص متفقين ما تتكلموش؟ بلاش تتكلموا. هو جوزها مش هيتعرف على اي واحد منكم؟ بلاش. لسه تقرير الطبيب الشرعي مش هيلاقي ولو شعره من شعرها في العربيه. خبير البصمات مش هيطلع صباع ولا صباعين من صوابعها. معلمين على الفرش. ما افتكرش تكونوا غسلتوا الفرش. ها مفيش داعي يا فندم قبل ما تاخد تصريح. مش هستنى التصريح يجيلي بعد ما تكون ريحته طلعت. وانت خلاص اتاكدت؟ طب راح فين؟ تليفون بيرن على الفاضي. مستشفى مفيش، اهلها مفيش. هو معقول يسافر لاخوه يسيبها؟ اي واحد مطرحه ممكن يعمل اي حاجه. كسروا الباب. مفيش حد. في واحده ناقصه اكيد. ولا يبقى عندي عمى الوان. تقصد ايه؟ راكب واحده وليه؟ مستحيل. دلوقتي بس فهمت. مش معقول. حاجه تجنن. اطلع القبه. حاضر. طلعت ايه؟ هي ايه؟ العبوة. قنبلة. فين التقرير؟ عندهم. لسه يا دوب عارف دلوقتي بالتليفون. وما كلمتنيش ليه؟ انا مالك شوية وانا لسه لحقت. دول بيقولوا انهم بيحللوا الشظايا وهيبعتوا صورة للمباحث الجنائية. وعرفت منين انها كانت مدهونة؟ لأننا عرفنا جت منين. منين؟ ما تقلقش. كل حاجة هتجيلك مكتوبة رسمي. رحت اودي البيضات الغسيل، رجعت لقيته معاه. ايه؟ لقيته عاوز يصحيها. يصحيها ليه؟ ما سمعتوش اللي هو بيقول لها كلمة كانوا ثلاثة ولا أربعة، وطبعا هي مزدريانة. ها؟ دخلت عليه وخرجته. وراح فين؟ مشي من بدري. كلم يوسف قول له ما يفارقش بيت الواد بتاع البوتيك، هيقتله هو الآخر. يقتل مين؟ هيجي لك واحد أرجوك تسمح له ياخد بصمتها عشان نضيها. بصمة مين؟ بصمة مراته. ساعة لما حد يرد. أنا هاني. فين كرم؟
امبارح قال انه جاي لي وما جاش. احنا بطلنا بيع النهارده. يلا مش عايز اسئله. ما تعرفيش تبصيلي كده. انت حيوان انت. اطلع من ورا الريون. يلا. يلا. وانت كمان. يلا. روح انت كمان. بوليس؟ لا لا مش باين عليك بوليس. طب عاوز من ايه؟ تكونش انت بالبتاع بالبتاع لما تكرم؟ طب ليه؟ انا ما عملتش حاجه. دلوقتي هتفهم ليه وهتروح لاصحابك لو كنت منهم. انتوا مش كتنتوا نفسها بمنديل برضو؟ قدامك دقيقه واحده هتقول ان كنت معاهم ولا لا، وان ما قلتش حمله بطنك بدول. انا لسه واصل يا فندم، لقيت الباب مقفول ومعلوش قفل. هموتك وانا شاكك، لكن انت السبب. حطوا في ايديك الابشاء. كانت في العربيه الابهام، ودي اختها. شكر. انا بقى مش زي النقيب محمود. النقيب محمود طيب وماشي بالاصول، والاصول بتقول ما دام لقينا الدليل وانتم مش عاوزين تعترفوا نودي بقى كل حاجه النيابه، والنيابه تتصرف بمعرفتها. لكن انا بقى بصراحه ما احبش كده. انا احب اطبخ واودي كل حاجه جاهزه اكله كده، وكيل النيابه يحب ياكل صوابعه وراها. اتكلمنا يبقى يا دار ما دخلك شر، ما اتكلمناش عاديكم بقى. افتح المحضر. وقد سألنا سمير عبد العظيم مخلوف ما قولك فيما تبين من وجود بصمة الأصبع الإبهام اليمنى للسيدة ندى جمال الدين على المقعد الخلفي لسيارتك. أجاب: لا
معلم عبد العظيم مخلوف تاجر الخردة ابو الواد. ضربت الأنفاس التمام، طلعت بالعربية، عجبكوا الفيلم، لمحتوها وانتوا داخلين وهو معاها. بصراحة كانت حلوة قوي. خلص الفيلم. الواد حسن كوبا في حتة في الفيلم فيها بنت بتتخطف، قال يا حبيبي اهي البنت اللي شفناها برة هي الأخرى عايزة الخطف. وبعدين لقيناها في وشنا. الواد حسن كوبا ما قدرش يلم نفسه، قعد يقول قشطه يا جدع جننا كلنا، ضربوكس صمم نمشي وراهم يملى عينه منها. لغايه كده وانت مالكش دعوه. ماشي. وبعدين بعد شويه لما دخلوا الشارع الضلمه الواد حسن كوبا قال بنت دي مولعة، مش مراته، دي واحدة صيدة. في الأول ما كانتش داخلة دماغي، لكن بصراحة لما ابتدوا يجروا ورا بعض ابتديت أصدق. أصل الست من دول هتجروا ورا جوزها ليه؟ ما عندهم البيت يجروا فيه زي ما هم عايزين. الولد ضربوكس طاقت في دماغه وقال بصراحة أنا مستخسرها فيه، ده باين عليه جدع خيخة. حسن كوبا كمل وقال تيجي ناكلها منه. الكلام ده قبل ما يجروا ولا بعده؟ لا قبليه. وأوام أوام لقيناهم بتفقوا ايه هنا لآخر الممر. طيب يلا لحسن كعب الجزمة يتكسر. مالكش دعوة انت، يلا. ضربوكس راح ساحب مفتاح انجليزي من العربية وقال انا هروح الف ادخل ممر من الناحية التانية، واول ما هيوصل هسحبه على جوه وهبده هبده صغيره على قده. بعد كلام تكونوا انتوا دخلتوا عليها وتكمموها بمنديل عشان ما تصرخش. استعجلت يا احمد قوي، بس انا عمري ما هقول يا ريتني. سألت عليك النهارده.